الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد محمد أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسول الله صلى الله عليه واله في مقام الاحتجاج مع الدهريين يذكر بعض البراهين. اولا استدلال الدهريين كان على اننا لم نرى حدوثا للعالم وللاشياء فهي قديمه. رسول الله صلى الله عليه واله افحمهم لأنكم لم تروا أيضا قدم العالم ولم تروا نهاية العالم أنها لا تزال ولا تزول فكيف حكمتم بالقدم؟ أنكم لم تروا الحدوث ولم تروا البدن فكيف أخذتم أحد الشقين مع التساوي بينهما؟ فهذا دليلكم باطل إذا عدم مشاهدتكم لشيء لا يدل على عدم وجوده فهؤلاء من الإنكار لحدوث العالم تنزلوا رتبة وترددوا في حدوث العالم بالاستدلال الأول لرسول الله صلى الله عليه واله ثم بعد ذلك رسول الله يذكر برهانين لعدم قدم الاشياء وعدم قدم العالم. نحن نذكر البرهان الاول لرسول الله صلى الله عليه واله وهو ما دام حكمتم بحدوث الليل والنهار، يعني يقولون نحن نرى الليل والنهار متعاقبان احدهما يتلو الاخر. فما دام هما متعاقبان اذا هما محدثان زين ما هو محدث يحتاج الى محدث وخالق وهل المقدار يكفي هذا البرهان الاول لرسول الله صلى الله عليه واله المحدث يحتاج الى صانع اي شيء جديد يحتاج الى من يصنعه ومن يوجد هذا الشيء الجديد زين يمكن يجون يقولون يعني استشكل الدهريون على انه النهار والليل النهار والليل امران انتزاعيان اعتباريان مو إلهم حقيقه الحقيقه انما هي حركه الافلاك والليل والنهار انما هما ينتزع ينتزعان من حركه الافلاك زين ناخذ الكلام الى منشا الانتزاع ومنشا الاعتبار حركه الافلاك الحركه يعني شنو؟ يعني الانتقال من القوه الى الوجود بالتدريج. معنى الحركه الانتقال من القوه الى الوجود ولكن بالتدريج. زين هذا الوجود لم يكن وجودا بل كان قوه فحدث عليه الوجود هو هذا الحدوث يكفيه اذا ما يقدرون يفرون من الحدوث بأن الليل والنهار إنما هما أمران منتزعان من حركة الأفلاك لأن الليل والنهار كأنما مظاهر حركة الأفلاك زين شنو معنى الحركة؟ إن يعني التدرج من القوة إلى الفعل هو هذا من القوة إلى الفعل هو هذا أمر حادث فإذا إما الليل والنهار حادثان أو منشأ انتزاعهما حادث اللي هو حركة الأفلاك هذا هو البرهان الأول لرسول الله صلى الله عليه واله. قالوا بأنه لا بداية للأشياء لأننا لم نرى البداية ولكن الآن بنشوف النهار والليل ينتهيان فهنا يستدل رسول الله بدليل آخر القديم يعني ما لا علة له. يعني ما وجوده لازم الحادث يعني وجوده مو لازم اما القديم يعني وجوده لازم بعباره اخرى واجب الوجود اللي كان قديم يعني من القديم هو موجود من قبل القبل فلي وجوده لازم لا يتاتى العدم اليه شوفوا الصغرى والكبرى يقول يستحيل كون الشيء بلا بداية ما لم يكن ضروري الوجود يعني واجب الوجود الشيء اللي لا بداية له هو ضروري الوجود وإذا كان ضروري الوجود استحال العدم عليه الشيء اللي هو وجود لازم ما له معنى أن يكون له نهاية فيستحيل العدم عليه فإذا ما لا بداية له لا نهاية له وانتم تقولون لا بدايه للعالم ولكن الان احنا نشوف نهايه لبعض امور العالم مثل النهار والليل فاذا هذا العالم اللي لا بدايه له يجب ان تكون جميع ما يرتبط به لا بدايه لا نهايه له ايضا ما يصير شيء يكون مركب نقول جزء منه لا بدايه له و لا نهاية له الجزء الاخر لا بداية له وله نهاية هذا ما له معنى التركيب لان المركب من ضروري الوجود وغير ضروري الوجود هذا مو معقول اصلا هذا مو مركب بل ضروري الوجود اوجد غير ضروري الوجود فلا يتركب معه اذا هذا استدلالهم استدلال باطل بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه واله يذهب الى البرهان الثاني في البرهان الثاني طبعا العلامه المجلسي رضوان الله عليه في البحار بين مقاطع من هذه الروايه هكذا يبين العلامه في البحار. البرهان الثاني اللي يستدل به رسول الله يقول هناك احد احتمالين كلاهما واردان يعني في هذا البرهان. اما ان نقول الليل والنهار يعني الزمان غير متناه من الازل ووصل الينا يعني انتهى الينا. زين هذا شنو معناه؟ يعني هناك حادث يتقدمهما ما دام الى النهايه اذا يجب ان يكون له بدايه بالبيان الذي بينته الان. فاذا يجب ان يكون له صانع ورسول الله صلى الله عليه واله يشير الى هذا الصانع ويقول فقد كان ولا شيء منهما يعني فقد كان الله ولا شيء منهما. اذا إذا لا بداية له وله منتهى إذا لا بداية له ولا منتهى له يمكن هتش يجون يدعون لا بداية للأشياء ولا منتهى للأشياء الدهريون فهنا رسول الله يقول بأحد بيانين يبين العلامة المجلسي نقول المحدث الحادث ليش هو حادث يعني الشيء الحادث لماذا هو حادث؟ لأن هم ما يقولون كل شيء قديم، يقولون الدهر قديم. الزمان قديم. حركة الأفلاك قديمة، الليل والنهار قديمان، هذا اللي يذكره، ولو قطعا اكو هناك أمور حادثة تبدأ وتنتهي. فسؤال ما الفرق بين القديم والحادث؟ الحادث ليش صار حادث؟ لأنه يحتاج إلى أجزائه. لأنه يعني محتاج الحادث محتاج الى اجزاء يعني صفات الحادث خلينا نشوف ذات الحادث يعني شنو يحتاج الى اجزائه في صفاته وفي حالاته المختلفه يجب ان يكون الحادث مباينا للقديم القديم غير الحادث اذا يجب ان يكون غير الحادث في الصفات وفي الحالات ولكن نحن نرى ان صفات الحادث كلها متجلية كلها متجلية في القديمة أيضا إذا ما صار فرق يعني إحنا نشوف القديمة اللي تسمون الدهر أو الليل والنهار فيها ما صفات الحادث من حالات من صفات من احتياج إلى أجزاء من بدء وانتهاء ظاهري كما هم يصرحون ببدء وانتهاء ظاهري لليل والنهار إذن هذا شنو صار؟ أنتم بس التسمية غيرتوه؟ القديم سميته حادث أو الحادث سميته قديم يجب أن تتمايز الصفات وحالات القديم عن الحادث ودهركم اللي تقولون قديم هو له صفات الحادث وحالات الحادث هذا التغير اللي يرى الإنسان التغير من سمات الحادث القديم يبقى على حالة ما يتغير فاذا استدلالكم استدلال بغيرته هذا بهذا البرهان يعني بعبارة أخرى لماذا حكمتم بالقدم إما لأن لا تحتاجون إلى صانع قلت الدهر قديم حتى لا يكون هناك صانع للدهر أو. العقل هنا يحكم بأن القديم يجب أن يختلف عن الحادث في حالاته وصفاته وهذا قديمكم ما يختلف عن الحوادث الموجودة لا في الصفات ولا في الحالات زيادة أو هكذا نقول، لماذا وجب احتياج الحادث إلى صانع؟ البناء يبني بعد، هو صانع هذا الأمر الحادث. لماذا أوجبنا احتياج الحادث إلى الصانع؟ لأن الحادث يحتاج إلى صانع لتركبه، لدخول الصفات المتضادة على الحادث ليل نهار، صفات متضادة أنه الحادث معرض للانحلال والزوال. الحادث معرض للانحلال والزوال والانتهاء. زين، هذه كلها موجودة في الدهر، في الأشياء، في الليل والنهار، في حركة الأفلاك، كل هذه الحالات أيضاً موجودة، فلا فرق بين الحادث والقديم. إن لم يكن هناك فرق فهذا قديمكم يحتاج إلى صانع، هذا ما صار قديم هو حادث. خلي تشوفون براهين رسول الله صلى الله عليه وآله مع الدهريين رسول الله يقول أولستم تشاهدون الليل والنهار تشوفون الليل والنهار وأحدهما بعد الآخر قالوا نعم قال أترونهما لم يزال ولا يزالان يعني هذا الدوران بين الليل والنهار من الأزل إلى الأبد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أفيجوز عندكم هنا نريد يبطل التناوب بين الليل والنهار يعني إن كان قديما وجب كما ذكرنا في بحث أمس إن كان قديما وجب أن يكون إن كان قديمين وجب أن يكون في عرض واحد مع ان هناك تناوب بينهم بين الليل والنهار يجتمعان لا يجتمعان. أفيجوز عندكم اجتماع الليل والنهار؟ فقالوا لا لا يجوز. فقال فإذا منقطع أحدهما عن الآخر غير متصلان، منفصلان. فيسبق أحدهما ويكون الثاني جاريا بعده، يعني بعد انتهاء الزمان الأول، النهار ينتهي ندخل في الليل، الليل ينتهي ندخل في النهار. قالوا هو كذلك، او كذلك هو، نعم هذا كلام صحيح، منفصلان لا يجتمعان. فقال ما دام منفصلان إذن هذا مو قديم، ليس بقديمين. فقال قد حكمتم بحدوث ما تقدم من ليل ونهار لم تشاهدوهما. انتم تشوفون هذا الليل والنهار اللي دتعيشوه. ولكن قلتم بانه دائما الليل والنهار متعاقبان فحكمتم هم شنو كان استدلالهم افحمهم رسول رسول الله بهذا الجواب، كان استدلالهم اننا لا نحكم الا بما نرى مع انهم حكموا ان الليل والنهار من السابق متعاقبان. فقال قد حكمتم بعد ان جرهم رسول الله صلى الله عليه واله الى الاعتراف بتعاقب الليل والنهار، وهذا امر وجداني يعني ما يقدرون ينكروه. قد حكمتم بحدوث ما تقدم من ليل ونهار، لم تشاهدوهما يعني حكمتم بما لم تشاهدوه فلا تنكروا لله قدرته. لا تنكروا لله قدرته. العلامه المجلسي رحمه الله هنا يقول لا تنكروا لله قدرته، يعني لا تنكروا ان الاشياء خلقها قادر وهو الله عز وجل. او لا تنكروا على ان الله جعل هذه الاشياء من العدم وخلقها من العدم فهي اذا امور محدثه لها صانع، هسه هذا الصانع اي شيء اللي نريد نسميه هو القديم، نحن نسميه الله عز وجل. قال لهم هنا هنا يبدا رسول الله صلى الله عليه واله: اقلتم ان العالم قديم غير محدث؟ قديم وانتم عارفون بمعنى ما اقررتم به وبمعنى ما جحدتموه انتم تعرفون القديم شنو معنى الحادث شنو معنى قلتم بانه قديم غير محدث تعرفون الفرق بين القديم والحادث قالوا نعم قال رسول الله صلى الله عليه واله فهذا الذي تشاهدونه من الاشياء بعضها الى بعض خلينا نجي الى صفات المحدث شنو صفات المحدث الافتقار والاحتياج يعني كل محدث يحتاج الى اجزائه هذا محتاج خب القديم ما لازم يحتاج الى جزء المحدث تعرضه حالات وصفات مختلفه القديم ما لازم تعرضه هذه الحالات والصفات المختلفه مع ان قديمكم اللي هو الدهر والاشياء والزمان تعرضه الحالات المختلفه قال رسول الله صلى الله عليه واله فهذا الذي تشاهدونه من الاشياء بعضها الى بعض يفتقر يحتاج التركيب يحتاج الى اجزاء المركب ينتفي بانتفاء اجزائه لانه لا قوام للبعض الا بما يتصل به واضح قلنا المركب من عشره اجزاء اذا ركن اذا جزء انتفى بعد هذا مو مركب من عشرة أجزاء المركب انتهى واحد صلى بدون وضوء الوضوء شرط هذا مو صلاة العلاج السكنجبين مصنوع من العسل والخل أنتم اخذوا العسل منه مثلا خلاص هذا بعد مو سكنجبين هذا المركب ينتفي واضح لانه لا قوام للبعض الا بما يتصل به، يعني يتصل هذا البعض بالبعض الاخر. كما نرى البناء محتاجا بعض اجزائه الى بعضين، يمكن يكون سقف بدون جدران، لا. او جدران من ثلاث جهات، او من جهه واحده وبعدين سقف، ما يمكن. طبعا مو انه بطريقه هندسيه يسوون، لا السقف اللي يجب ان يكون على اربعه اعمده، على عمود واحد ما يستقيم. السياره بدون تاير واحد ما تمشي. كما نرى البناء محتاجا بعض اجزائه الى بعض والا لم يتسق ما كان متناسق مترابط ولم يستحكم وكذلك سائر ما نرى من المحدثات هذه كلها محتاجه. وقال رسول الله ايضا صلى الله عليه واله فاذا كان هذا المحتاج بعضه الى بعض لقوته وتمامه حتى يقوى حتى يتم من هذا المركب لا يتم الا باجزائه ان تترابط هذه الاجزاء فاذا كان هذا المحتاج بعضه الى بعض لقوته وتمامه هو القديم ان هذا النهار والليل حركه الافلاك هذا الدهر اللي احنا نشوفه يحتاج الى اجزاء مختلفه وهذه الحركه من القوه الى الفعل إن هناك حالات متع... نافية تعرض الزمان جي. فاخبروني ان لو كان محدثا كيف كان يكون؟ هذا قديمكم لو فرضاً فرضنا فرضناه محدث شلون كان يكون؟ نفس الحاله إذا ما صار قديم، هذا المحدث أنتم سميتوه قديم. فأخبروني أن لو كان محدثاً كيف كان يكون؟ وماذا كانت تكون صفته؟ قال: فبهتوا وعلموا أنهم لا يجدون للمحدث يعني رجعوا إلى أنفسهم شوفوا صحيح دهرهم. ونهارهم وليلهم مع باقي المحدثات اللي يجدونها في العالم حالاتها صفاتها احتياجها الى اجزائها واحد وعلموا انهم لا يجدون للمحدث صفه يصفونه بها ان يعني يصفون المحدث بتلك الصفه الا وهي موجوده في هذا الذي زعموا انه قديم فوجموا السكوت واطراق الراس من شده الخجل او من شده الخوف هذا معناه فوجموا بحاله من مثلا العصبيه والغباء الغضب وقالوا سننظر في امرنا احتاروا الى الان لم يروا هكذا استدلال في افحامهم سننظر في امرنا نفكر نشوف هل هناك مخرج مما ذكرته من براهين يا رسول الله ام لا؟ طبعا لا يجدون المخرج فيؤمنون على يدي رسول الله صلى الله عليه واله. طيب هذا نهايه البحث مع الدهريين اما الثانويون اللي ذكرنا سابقا انهم يعتقدون بوجود مبدأين، مبدأ للخير ومبدأ للشر. شنو دليلهم؟ يقولون ما معقول من مبدا واحد من اله واحد يعني يعتقدون بوجود الهين. اله واحد يفعل الخير ويفعل الشر. بل هناك اله يفعل الخير واله يفعل الشر. ويسمون اله الخير بالنور واله الشر بالظلمه. فاذا النور والظلمه مبدان اوجدا العالم. زين رسول الله ياتي اليهم يقول شنو دليلكم؟ قال اشوف دليلكم عندكم دليل ام قول تحكم اعتباط؟ يقولون لا عندنا دليل هو هذا دليل دليلهم يعني وجود المبدئين لاننا نرى ان الصفات المتنافيه لا تصدر من مبدا واحد شنو الجواب؟ جواب بسيط زين اللون الابيض واللون الاسود متنافيان اللون الابيض يجب ان يصدر يصدر من مبدا والاسود من مبدا زين اضيفوا عندنا الوان اخرى الاصفر ايضا الاصفر يتنافى مع الاسود فيجب ان يصدر من مبدا الاحمر من مبدا الرابع فتعالوا بمقدار الالوان جيبوا مبادئ والهه وبمقدار كل الصفات المتنافيه الشجاعه ضد الخوف وضد التهور كل الاضداد قلت لازم تصنعونه خصوصا الاضداد اللي لهما ثالث ورابع وخامس فلكل ضد اله وليش ما تقولون باكثر من اله باكثر من الهين ثم اقبل رسول الله صلى الله عليه واله على الثنويه الذين قالوا النور والظلمه هما المدبران المبدآن الالهان فقال وانتم فما الذي دعاكم الى ما قلتموه من هذا شنو الدليل قالوا لان وجدنا العا لما صنفين العالم على صنفين خيرا وشر ووجدنا الخير ضدا للشر فانكرنا ان يكون فاعل واحد يفعل الشيء وضده ما يصير بل لكل واحد منهما فاعل بعدين فالمثال محسوس دائما من الأمور المهمة لتقريب المعنى إلى أنظار وإلى أفهام السامعين أن تذكر غير الملموس والمحسوس بمثال محسوس تقرب الفكرة فهم مقربوا الفكرة هل يمكن أن يجتمع الثلج والنار؟ لا ما يمكن الثلج يذوب ينتهي أو النار تنطفئ لا يجتمعان في محل واحد جم. هذا لإقناع العوام جيد ألا ترى أن الثلج محال أن يسخن كما أن النار محال أن تبرود؟ يمكن أم لا أو ألا ترى أن الثلج محال أن يسخن كما أن النار محال أن تبرود فأثبتنا لذلك صانعين قديمين ظلمة ونورا فقال لهم رسول الله أفلستم طبعا قال أفلستم ها ولكن هو هذا أفلستم أفلستم يعني خلاص بضاعتكم مزجات فقال لهم رسول الله أفلستم قد وجدتم سوادا وبياضا وحمرة وصفرة وخضرة وزرقة وكل واحدة ضد لسائرها لاستحالة اجتماع المثلين منهما في محل واحد اجتماع المثلين محال في محل واحد كما كان الحر والبرد ضدين لاستحالة اجتماعهما في محل واحد قالوا نعم قال فهل لا أثبتتم بعد كل لون صانعا قديما ليكون فاعل كل ضد من هذه الألوان غير فاعل الضد الآخر فسكتوا هذا الإفحام الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله تجاه الثانوية وهناك دليل وحجة أخرى لإفحامهم وإسكاتهم إن شاء الله إلى يوم غير. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين